طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون من السفير الروسي في بيروت إبلاغ السلطات الروسية برغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت، علها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق المتعلق بالتفجير. ويأتي ذلك بينما تواصل السلطات اللبنانية التحقيق في انفجار المرفأ وسط تجاذبات واتهامات متبادلة حول سير التحقيق. من بيروت تنضم إلينا مراسلتنا دارين الحلوي. إذن طلب رسمي هذه المرة من الرئيس اللبناني، إشارة أنه يأتي بعد ما قال الأسبوع الماضي دارين الرئيس بوتين أنه مستعد لتزويد لبنان بهذه الصور. طبعا قال إنه مستعد لتزويد لبنان بهذه الصور، ولكنه قال أيضا إن الأمر ناتج عن ازدواجية الفساد والإهمال في لبنان، ولكن الطلب يعني يأتي من قبل رئيس الجمهورية، علهم يتمكنون من العثور على أي تفاصيل تشرح ملابسات هذا الانفجار، وهو من أكبر الانفجارات التي شهدها العالم نسبة إلى حجمه والأضرار البشرية والمادية التي ألحقها بمدينة بيروت وسكانها. كانت هناك مطالبات من قبل المحققين الذين تولوا أو تعاقبوا على هذا الملف للدول الأوروبية بالحصول على الصور الجوية من الأقمار الصناعية للموقع الانفجار قبل وبعد وخلال الانفجار، لكن حتى هذه اللحظة لم يحصلوا على أي شيء. طبعا هناك انتظار كما علمت من قبل المحقق العدلي طارق البطار من فرنسا لبعض الصور من الأقمار الجوية، لكنه لم يتسلمها حتى هذه اللحظة. لذلك كانت هذه المطالبة من روسيا بعدما أبدت روسيا استعدادها لتقديم هذه الأدلة ربما التي تساعد في حال كانت تتضمن أي معطيات إضافية تساعد على الكشف عن على حقيقة هذا الانفجار في ظل يعني الخلاف الكبير بين القوى السياسية حول هذا الملف وما يرافقه من دعوات وادعاءات على كبار المسؤولين من وزراء ونواب في القوى والكتل السياسية. شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلتنا دارين الحلوي. شكرا جزيلا.